إلي شرف كتير كبير إنه غني بمناسبة افتتاح مهرجان موازين، هالمهرجان العريق يلي اشتقنا له، يلي عم بيعمل عودته من بعد سنين من التوقف. أكيد هالمهرجان يلي هو عالمي إن كان بالشكل أو حتى بالتنظيم وبالمضمون وباحترافية الفريق اللي بيشتغل وبينظم، ونوجه لهم تحية. أكيد كتير متحمسة إنه ألتقي بالجمهور المغربي، صار لي كذا سنة ناطرة هاللقاء، وإن شاء الله مقدمين لكم، رح نقدم لكم حفلة حلوة تكون هيك كلها خير وحب وموسيقى. يعني بجرب دايما قد ما فيي إنه حافظ على الاحترافية والمستوى بالأعمال اللي بقدمها والخيارات اللي بقدمها، وعندي التزام كتير كبير للفن واحترام كتير كبير للفن وللجمهور وللأعمال اللي منقدمون. وإن شاء الله يكون هالالتزام وهالجهد اللي منحطه بأعمالنا عم بتضل هيك يحملونا لحتى نستمر ونكفي، لأنه أهم شيء الاستمرارية بهالمجال. لا، ما بعتقد معادلة صعبة، لأنه في كتير فنانين عرب عندهم مقومات عالمية. بعتقد أنه هالموضوع أكتر بإيد الميديا، الميديا وبكمان كيف بالنظر لإلنا نحن. من هيك الفنان هو كمان سفير، إذا فينا نقول بيوصل صورة للعالم، صورة عن بلده وعن ثقافته. ولا اليوم عم نشهد في وجود كتير كبير للموسيقى العربيه والشرقيه، حتى بموسيقى الغرب يلي عم بيكون عندهم انسبيراسيون من موسيقتنا كمان، فاكيد هذا الشيء بنفتخر فيه. ان شاء الله اكيد بتمنى انه يكون في اغنيه باللهجه المغربيه، وبالالبوم الجاي ان شاء الله عم نستمع لكتير اغاني، بس لانه عندي احترام وحب كبير لهاللهجه ولهالموسيقى المغربيه بدي اختار الاغنيه الصح اللي بتلبق لي واللي بقدر انه اقدمها على احسن وجه. تعرفي هول الامور بتركن للاشخاص المسؤوله عن هالامور، لشركه التوزيع والانتاج يلي استلمت هي الملف، واللي بيحب يعرف أكتر مكتوب كل شيء بالكومينيكي اللي نعمل، يعني ما لا تعليق. ميرسي لك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.